الجدة طول عمرنا عارفين حنانها وحكمها، أحفادها في حضنها متشوقين لكلامها. الحب ظاهر في صوتها حتى في عتابها وملامها، والوش تجاعيده ترسم تعب السنين وألمها. وكلامنا عن جدة صامدة، كلامها سهل وفصيح، أيامها مهما تعاندها واقفة في وش الريح، تسعى في كل اتجاه لا تكل ولا تستريح. جدتنا يا ستنا أم خليل الحكيمة، قوليلنا إزاي زمان الست كان ليها قيمة، كان ليها موقف ورأي مش جارية، لأ كانت عظيمة. أم خليل يا وتد يا حتة من أرض مصر، اغدر زمانك ولكن متمسكة بالصبر. أسيتي يا ما يا ستي ودقتي طعم المر، كانت جريمتك وذنبك ربيتي راجل حر. احكيلنا حكاويكي، لمينا حواليكي، نسمع وناخد عبر من اللي حصل ليكي، نعرف عن اللي افترى واللي بجاه وتغر. طول يا ليلنا بقى وبلاش يا وقت تمر، طول يا ليلنا بقى وبلاش يا وقت تمر. يا ولاد يا بت يا انفاسي، مالك يا بت بتزعطي كده ليه؟ وتحياتي ليه؟ تعالي تعالي يا بت. وانت يا واد يا عبد الرحمن، فز محرش قوم، تعال هنا يا ولا، تعال هنا ولا املى. نعم. يا ستي. ايوه يا ستي. مالك يا بيت بتعيطي وتشعكي قتلات؟ اتمقلتوا علي يا ستي واسمي بعجبهم. خايبين جاتهم خيبة بالوابة يا بيت يا انفيشة. ده انفيشة دي اسم جميل يعني ملوش مثيل يا بيت. طب تؤملي بالله يا بيت، ده اني اللي بنقياهولي نفيشة العلم ستين حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. وهي تقولي ده اسم قديم، ده كان فيه نفيشة أم المماليك الله يرحمها، دي كانت ست سنة قوي قوي، ولما أمك ولدتك شمتك على اسمي، دي كانت أحسن ست في البرين والبحرين يا بيتي. الله يرحمي ويفشفش الطوبة اللي تحت راسي. ايوه يا ستي انت مياسة للبنت، واني مش مهم اجوم اني بقى. كتك ايه يا ولا يا ابن اللي انت ابنهم؟ اه يا ملعون، كاني مسمياك على اسم سيدك ابو الخليل الله يرحمه. الا بجد يا ستي؟ طبعا يا ولاد، سيدك ابو الخليل العادي عبد الرحمن الله يرحمه. ايوه يا ستي، هو احنا ليه بيقولوا لنا ولاد الجبرتي؟ كفتي ده يا ولاد، كت كت سيدك العدس عبد الرحمن، كت الكبير كان جاي من بلاد بعيدة اسمها جبات عند الشمال، وعشان كده اسمكم الكفتي. ربنا يحفظ عشقتكو.
ما كانش له حش في الخلف. يلا ابوه ما خلفش غيره، بعد ما مات له 12 عيل ما فضلش حد غيره، مش عايش غير جدك عبد الرحمن لأبو حسن. ايوه يا ستي، اسمي عبد الرحمن ابن خليل ابن الجبارتي. صح يا ولادي صح. ستي ما تحكي لنا على الست الفيسه اللي شفتيها دي، ولا على سيدنا عبد الرحمن حسن الجبرتي ابو خليل يا ابو خليل. اخي عفريتي، طيب كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أدرك أم خليل الصباح، فأمسكت عن الكلام المباح. انتظرونا في حلقة جديدة من حكايات أم خليل. حكايات أم خليل، حكايات أم خليل عمل درامي من واقع تاريخ مصر وحياة المصريين. حكايات أم خليل، قصة وسيناريو وحوار الأستاذ محمد البهيدي، مونتاج وإخراج الأستاذة علية خضر، بطولة إيمان برية في دور أم خليل، محمود العيوطي في دور المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي، وتقوم بدور نفيسة المرادية الإعلامية المتميزة فاطمة منصور، وتقوم بدور نفيسة الطفلاني جار، والطفل محمد شادي في دور عبد الرحمن الجبرتي صغيرا.